أنتقل إلى دكتورة نسرين البغدادي، عضوة المجلس القومي للمرأة. رحب بحضرتك. حضرتك تابعتي معنا الفعاليات، كنت بالفعل في فعاليات احتفال اليوم بالمرأة المصرية والأمهات المثاليات. أبرز ما توقفتي عنده من نقاط في كلمة الرئيس السيسي خاصة بإجراءات جديدة أو مكتسبات جديدة للمرأة. هو طبعا هذا الاحتفال الذي دائما وابدا يظهر فيه فخامه الرئيس مدى تقديره للمراه المصريه، وهو ليس بالغريب، وقد اكد على ذلك في العديد من مقاطع خطاب سيادته، وان دائما وابدا ما يحدث من اصلاحات في المجتمع يستهدف به المراه التي تستحق ان تعيش حياه كريمه وان تعيش في امان. ووجه سيادته بان كل ما تم من خلال بناء واصلاح بناء وازاله المناطق الخطره كان يستهدف بها توفير حياه امنه للمراه المصريه التي تقف دائما وابدا بجوار الدوله المصريه في كل الظروف، وهي بمثابه الايقونه وايضا اكسير من قدم النجاح في كل ما اتخذته الدولة من إجراءات وإصلاحات. وأهم ما ورد، وهذا الحقيقة يعني كان لقي استحسانا كبيرا فيما يخص التوجيه بإصدار قانون لزواج الأطفال. نعم، الزواج المبكر. نعم، الزواج المبكر وزواج الأطفال، وأن هو لابد وأن يكون هناك السن القانوني، يعني تحديد سن نص صريح في القانون بسن الزواج الذي يسمح فيه بالزواج. بسن الزواج. نعم. وايضا كانت هناك التوجيه ايضا فيما يخص الغارمات، وكان هناك حديثا وديا فيما ويعني لفت نظر الاسر اولا في العديد من القضايا المجتمعيه، اولها المغالاه في المهور والمغالاه في يعني الطلبات الخاصه بالزواج، مما يدفع بالمراه للاستدانه وانها تكون في حاله من حالات الغرب. ثم كان هناك طرح فيما يخص حالات الطلاق، ووجه ايضا وتحدث بلغه وديه فيما يخص ان الطلاق دائما وابدا تكون اثاره السلبيه على الاطفال، ومن هنا كان لابد وان يحترم كل من الطرفين اذا ما اراد الانفصال ان يكون الاحترام الواجب حتى تكون هناك اجيال يعني سويه. بالفعل بالفعل. ايضا وجه ما يخص بالتمييز القائم على الجنس، اجراءات بتمنع التمييز القائم على الجنس. صحيح، فيما يخص البنك المركزي واجراءات القروض، وايضا فيما يخص الشمول المالي للمراه. يعني الى اي مدى بتري اهميه هذه النقطه ونحن نتحدث عن دعم اقتصادي للمراه، مشاركه المراه في التنميه؟ نتحدث ايضا ان من ضمن الشروط التي كانت لاختيار الامهات المثاليات كانت وهي جديدة على اختيارهن في هذا العام، وهي اختيار أم تقوم بمشروعات متناهية الصغر لخدمة أولادها. يعني دائما وأبدا الدولة تشجع المرأة على التمكين الاقتصادي، وإذا لم تكن يعني هناك الظروف الميسرة لإمكان تحقيق التمكين الاقتصادي الذي يعود أيضا أو تعود ثماره على الأسرة بأكملها وعلى المجتمع. يعني لم يكن الغرض من تمكين اقتصادي للمرأة هو فقط ليس اتخاذ القرار وأيضا تجد ما يعينها، ولكن أيضا هو السبيل إلى نهضة المجتمع. نعم، يعني عرض فيما عرض العديد من المبادرات اللي بيقوم بها المجلس القومي للمرأة، أذكر منها الحماية من الختان، محفز سد الفجوة بين الجنسين، مبادرة اللجنة الوطنية لمكافحة أو للقضاء على ختان الإناث. بالفعل. نعم. أيضا مبادرة دعم صحة المرأة المصرية، مبادرة الكشف المبكر،
الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وايضا بعث الطرق او طرق الابواب فيما يخص التوعيه المجتمعيه المباشره. الى اي مدى بتستفيدوا من هذه المبادرات، وبالاخص مبادره طرق الابواب، في المشكلات التي تطرق اليها سياده الرئيس، والتي يعني تعتبر بعض الشيء غير مطروحه للنقاش في المجتمع، مثل المغالاه في تجهيز المقدمات على الزواج، او موضوع توفير الحياة الكريمة للفتيات، او الزواج المبكر وخلافه؟ تعلمنا من خلال المدرسة البحثية ان العمل الميداني هو الاول والاوحد للتعرف على المشكلات الاجتماعية، وتعد حملة طرق الأبواب هي بمثابة بحوث اجتماعية مباشرة ودراسات حالة مباشرة لكل المشكلات الاجتماعية التي ترسم خريطة واضحة لكل المشكلات المجتمعية الموجودة على أرض الواقع. وبما أن الرئيس حريص دائما للتعرف على المشكلات الموجودة على أرض الواقع، فهو يتكلم من واقع التجربة المجتمعية الميدانية، ويطرح بالفعل قضايا ومشكلات بالفعل هي تمس المواطن المصري وتستطيع. وحينما أشار إلى أن القانون ليس فقط هو القانون لتنظيم العلاقات، ولكن هناك بعض الظواهر لا يستطيع أن يتطرق إليها القانون، فلا بد وأن تكون هناك المعالجة المجتمعية. طب دكتورة، يعني حينما نقول أن الدولة المصرية وضعت استراتيجية متكاملة لتمكين المرأة في إطار مصر 2030 من خلال آليات فاعلة ومستدامة بتعمل عليها المرأة، إلى أي مدى وصلنا في مراحل اكتمال هذه الاستراتيجية؟ عايزة أقول لحضرتك أن هناك دائما وأبدا مرصد المرأة المصرية الذي يتابع على الأرض كل الإجراءات وكل التدخلات وكل السياسات المتبعة من قبل كل الوزارات فيما يخص إدماج النوع الاجتماعي في كل الوزارات وفي كل الأماكن، وبالتالي هو يرصد ويتقاعد. وعايزة أقول لحضرتك أنه حينما تم تمكين المرأة المصرية تمكينا سياسيا وفيما يخص أيضا التعيين في مناطق كانت لا يطبق فيها تعيين السيدات، ارتفع تصنيف مصر كما أشارت الدكتورة مايا مرسي من 135 إلى 66. فإحنا وصلنا بنصل دائما وأبدا من خلال هذه الإجراءات إلى مراحل متقدمة في التصنيف الدولي. نعم، أيضا يعني وصول المرأة لمراكز قيادية ووصولها لمجلس الدولة ووصولها للنيابة العامة، كيف ترين ذلك كامرأة؟ هل كنت تحلمين به في يوم من الأيام؟ هي الحقيقة أشارت الدكتورة مايا أيضا في خطابها إلى أن هذا كان كفاحا دام ما يقرب من 70 عاما حتى نصل إلى هذه اللحظة. نعم. فهو كفاح وحلم تحقق بفضل إرادة سياسية وبفضل أيضا أنه عصر ذهبي تعيش المرأة المصرية. دكتورة نسرين البغدادي، عضوة المجلس القومي للمرأة، شكرا جزيلا.